هذه بلدية عينه للطايع، وهي تعيش على وقع التوزيعات المالية التي أشرف عليها وفد رافع المستوى. كان الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز قد أصدر أوامره بتوزيع 150 مليون من الأوقية على المتضررين من السيول الأخيرة. أشرف على العملية مفوض الأمن الغذائي ووفد مرافق له. بعد رجوعنا مباشرة نواكشوط مشانا فخامة رئيس الجمهورية أننا رجعوا، إياكن نقدم مبالغ نقدية معتبرة لكافة الأسر، سواء اللي بقات بلا مأوى والله اللي ضرت منازلها، إياك تساعدها في استحداث منازل جديدة، أو من مضر منازله إياك أنهم يعدلوا منازله. هذا نختار نقول عنها لفتة كريمة عدلها فخامة رئيس الجمهورية بسرعة، وقال على أن هذه مبالغ بناء على اللوائح اللي قدمت السلطات على أنها تعطى لكم بشفافية وبعدالة وبنزاهة. المتضررون اعتبروا ما قيمته 1,200,000 أوقية مبلغا كافيا لسد حاجاتهم، وأن هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البلد. وأضاف المستفيدون من هذه العملية إنها جاءت في ظرف قياسي وخاص. شاكرين السيد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز على الزيارة اللي قام بها لأرضية الميدان، وشاهد هو وزين عندنا المساهمة اللي مشانا وقارب فينا إلى ما رأيناها. عندنا احنا ما لنا جابرينها أخوتي وجيراني، شي جبروه أخوتي وجيراني لكن اللي جبرته أنا، وهذا مفخرني وفخر لي كبير، ودليل على رئيسي مهتم بي. هذا دليل على ايش؟ دليل على رئيسي مهتم بي ومهتم به بيت الأحواش ومهتم به الحوض الشرقي ومهتم به الهدرار ومهتم بالناس كاملة على العموم. وكانت بلدية عينه للطايع قد شهدت نهاية الأسبوع الماضي سيولا شارفة تسببت في اختفاء أزيد من 100 منزل بالكامل، كما خلفت في بعض المنازل أضرارا جزئية. وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا في الاستديو السيد محفوظ والجيد نائب مقاطعة أطار. أهلا بكم. مرحبا. بداية سيد محفوظ، كيف تقيمون مستوى التعاطي الذي قدمته الحكومة للمتضررين بولاية أدرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا، نشكر أولا قناة الساحل وإدارة وعمالنا على التغطية الخاصة اللي خصوا بها مقاطعة أطار وبلدة العين في هذه الأيام الماضية. هذا التدخل كان تدخل إيجابي وسريع في وقته، وفيه مسألتين. واحدا رئيس الجمهورية أعطى عناية كبرى لهذه المنكوبين وجاهم في الوقت وعدل لهم زيارة ونشاف الحالة اللي فيهم، أقبل خطوة جبارة وأعطاهم مساعدة مالية ما حان بها ذوك الدراسات وذوك حان عدل لكم حيط وحان عدلتكم تراب، أعطيت لهم فضة ذيك هي كلهم يقبضها، يبقي يبني بها بيتين، يبقي يبني بها بيت الطريقة كل أسرة فهموا. اي مده دارها متحات ما تاتهم اعطات لها هذيك 1,200,000. الناس اللي دقدق لها بيت والله تصدعوا ديارها والله طاح لها تحويشه اعطات لها 450,000. سيد النائب، كيف تفسرون اسلوب التعويض الذي اختارته السلطات للمتضررين؟ هل هو ايجابي ام لا؟ طبعا هو ايجابي، لانك عندما تذكر هون قضيه الورف اللي خلقت هون في نواكشوط خلق فيها ياسر من المشاكل. شنو الناس كلها يقول لك اعطيني فلسطين بني راسي، فهم قبضهم مقاول وهو زمن يداولوا لا يبني لاك ما يبني، عقب تعرف ان خلقت فيها هو سنه والله سنه ونص وما يحانوا. هذه كاع خير كل مواطن راهو نعطى له ذاك اللي نعطى له، مازال يدور يعطوها هذه ويعطوه رجال اعمال الولايه ويعطوه اطر الولايه والمساعدات اللي يراهم من كل جهه ان شاء الله. يغير الدوله عاد لفته عنايه مهمه، لانك انت تقوم الديار فطار وفي العين دار من الحجرة فطار تقويها 1,500,000 واقفة قاع. تعويض بقيمة مالية كم؟ 1,200,000 لكل فرد. لكل فرد. كيف ترون كذلك مشاعر المتضررين ما بعد التعاطي الحكومي؟ كانت مشاعر الناس كانوا متفاجئين من سرعة التدخل وقيمة المبلغ، هذه حقيقة تذكر وتشكر بدون مزايدة وبدون دخلها في السياسة، لأني ماني داخل في السياسة، داخل لا في نطاق المعونة والمأساة اللي فيها سكان المقاطعة. كيف أو إلى أين يسير ملف كارثة عين أهل الطايع بعد زيارة الرئيس والمساعدات النقدية كذلك؟ شوف مسألتين، هو فما تيا هذا التدخل اللي خلق بالأمس، وخليني من هون من المنبر أشكر مرة ثانية السلطات العمومية وسلطات في ولاية أدرار ورئيس الحزب وبعض الهيئات اللي تدخلت مثل هيئة الرحمة
وبعض وبعض الشباب اللي عدى القافلات، هذا كاملين شاكين، مشاكين رجال اعمال هذا ولايه ادرا وطرها كاملين على اللفته اللي اعطاه للعين. المساله الثانيه طبعا فلا بد ان تاخذ الامور بعين جديه، بعين الاعتبار، بعين الاعتبار. مساله قطع مساله الارباط، لا بد من الارباط تعدل بطريقه حقيقيه، بطريقه ما هي بذيك الطريقه الاولى. تم اعاده البناء انار، مشكوره انار ومشكور المدير العام لانار على العمل اللي قاموا به الجبار اللي قفلوا به الربط في الوقت الحالي. ان جات 25 ملم 50 ملم في نفس الايام بين يقرف والعين، لذلك الحمد لله المرات تحاشت. ولكن على الارباط انها تعدل بطريقه حقيقيه بدراسه حقيقيه، ما هي لا يكتوف انا وذيك التراب اللي ترقب مره لو تحكم شوي من الممس على يجي الملمتين يرفدها، تسقل فيه الدوله كل مره كل مره كل مره. لذلك على الدوله الان تاخذ بعين جديه ونقبلها المشاريع بطريقه دراسه حقيقيه، ما هي لا يكتنع طرى المقاول ويجي يجي ذيك توف انا وشوي التراب يرقب وتوف. هذه احنا ما تنقابلينها ولا لهنا قبلها تعدل بها ان شاء الله ربنا. سيد نائب كسوى الأخير، هل تعتقدون أن هذه الحلول كافية أم ماذا؟ كما قلت لك هذه الحلول اللي خرجت الأولية واللي منها خرجت هذه اللفتة بالأمس، ولفتة المواد الغذائية، ولفتة هيئة الرحمة والهيئات الخيرية اللي جاءوا في الوقت الحالي الحمد لله ثبتوا الأمور على وضعيتها. المهم حلول، قلت لك حلول الأرباط، حلول السدود، السدود لا بد من تعدل بطريقه صحيحه وتعدل بدراسات ولا تعدل بك العبثيه اللي كانت تعدل بها. ونحن ما نقع علينا قبلوها، اذا جاء واحدين الصبح وهم واحدين متواركين مع الدراسه يقال عرفنا لا نطرحوا عليها العين ولا نعودوا بالنا، لان نشوفوها ما هي صالحه لا نعيطوا ولا هي نصب ولا نقول ما نقع بينها، نختار وقل ترابط الرابط يعدلنا بتراب وتوفانا اصبح نجي ما لا يترفتوا. اذا نائب في الجمعيه الوطنيه مقاطعه أطار السيد محفوظ والأجيد، شكرا جزيلا لكم، كنتم ضيفنا في هذه النشرة. شكرا. شكرا لكم. تشهد جنبات السوق المركزي بالعاصمة نواكشوط انتشارا كبيرا للقمم وسط حالة من مخاوف السكان